أي سؤال حابين تطرحوه على روى صارت موجودة معنا بالاستوديو منتابع فقراتنا. صحة السلامة. صباح الخير. صباح الخير غادة، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. إن شاء الله يكون شاء الله. أسبوع حلو للكل. بدنا نبلش بحماس، بعرف يوم الاثنين مزعج شوي نص بس نص. بدنا نجرب نكون بأنشط حالي ممكن قد ما فينا. بقول لحالي بالأول لأنه الاثنين بنبلش هيك شوي شوي على الخفيف وبعدين من اللي عم يمشي الحال. رح نبلش بالأسئلة. أكيد. في سؤالين هن عن نفس الموضوع، عن الطهور عند الصبيان اول ما يخلقوا، فانبعثوا على الويب سايت تبعيتي على الايميل www.riwaalatrash.com. فيكم كمان تتواصلوا معي عبر الويب سايت تبعي، تبعثوا لي اي سؤال بتحبوا تسالوه بالايميل. سؤال انه اثنيناتهم عم بيسالوا انه صار عندهم طفل حديثا صبي وواقعين بحيره انه نعمل عمليه الطهور او لا. الطبيب بيقول لهم هذا القرار لكم، ما في يعني ما في اي دافع صحي بيستلزم هالشيء. في ناس بيقولوا لهم لا لازم تعملوا، فهن محتارين. اللي بدي اقوله انه بعد كل هالسنين من الابحاث والدراسات صارت عملية الطهور للصبيان هو قرار شخصي أو عائلي، منه قرار طبي. يعني فعلا الطبيب ما رح يقدر يعطيكم جواب يقولكم لازم تعملوا الطهور أو يقولكم لا بالعكس يعني ممنوع تعملوا الطهور، لأنه هو ما في شيء لا بيقول لازم ولا بيقول ممنوع. رح فسر. طبعا عم نحط على جنب الخلفية الثقافية للعائلة، الجانب الديني، كل هالأسباب والاجتماعية، الدوافع الاجتماعية هيدي، من هيك منقول هذا قرار عائلي منه قرار طبي. هلأ بيّنت بعض الدراسات أنه الطهور عند الصبيان، رح أقولها بالإنجليزي تكون دقيقة وبنرجع منفسرها، some potential medical benefits، يعني بعض احتمال لفوائد طبية، بعض الاحتمال، أوكي؟ واللي هي انه ممكن يخفف من احتمال الالتهابات بالمسالك البولية عند الصبيان يعني باعمار صغيرة، وممكن يخفف من احتمال عم نقول انه العدوى بامراض منتقلة جنسيا. لكن بدنا خلينا نفسر، اصلا حالات التهاب المسالك البولية عند الصبيان هي 1%، فهي نسبة كتير ضئيلة اصلا ضئيلة. فلما بنقول الطهور بخفف من هالاحتمال هي اصلا النسبة ضئيلة. فاذا الاهل كانوا حاسين حالهم مرتاحين تحين اكثر انه ما يقوموا بعمليه الطهور، فاذا هن فيهم ياخذوا هالقرار. بالنسبه للانتقال الامراض العدوى الامراض المنتقله جنسيا، حتى لو كان الصبي خضع لعمليه الطهور هيدا ما بيمنع انه بالعكس ضروري انه استعمال الواقي الذكري بالعلاقات الجنسيه. فاذا اذا شاب كان هو وطفل خضع لعمليه الطهور او ما خضع، لازم استعمال الكوندوم او الواقي الذكري للحمايه من الامراض المنتقله جنسيا. فبالتالي بنرجع بنشوف انه القرار فعلا شخصي. بدنا نحط نحن عاداتنا الثقافية والاجتماعية، قناعاتنا الدينية، وبنقرر. فإذا لكن طبيا ما في شيء. قديش في احتمال انه طبيا يكون في اي شيء خطورة؟ لا، الطبيب قرر انه في شيء مش مزبوط خلقيا، يعني لازم يكون في اي تدخل. قديه نسبتها؟ كثير قليل، مش موجود. لا ما في شيء، لانه طالما الخلقه طبيعيه يعني ما في مشكله. لكن يعني حتى لهالدرجه انه لا ما بيقول الطبيب في شيء بيستدعي أبداً. بالعكس، بدي اقول لك يعني انت اثرتي نقطه مهمه، انه بدي اقول لك ما ننسى انه هيدي عمليه فيها مخاطر. صح. مرات ممكن يصير نزيف، مرات ممكن يصير التهابات. فاذا هون عم نخلي الطفل يخضع لعمليه جراحيه وهو بعده عمره ايام. فاذا كمان في اي بنعرف اي عمليه جراحيه لو كانت بسيطه فيها مخاطر. فمن هيك هون الاهل انا بنصح للسيدتين اللي بعثوا لي الايميل، احكوا مع طبيبكم، احكوا مع الزوج اكيد الاب، شوفوا انتم لشو بترتاحوا، شو قراركم، وخذوا القرار. وشو اي قرار بتاخذوه هو الصح بيكون، يعني ما بتعتلهم. ما في اي شيء اجباري. صح. عادي. اوكي، هون عم تقول انا عندي ابني من هو وصغير وايديه بتعرق كثير، شو السبب وشو هو العلاج؟ هلا فعلا في اشخاص عندهم احتمال لزياده بالتعرق باماكن معينه من الجسم، ممكن الباطن الايد او كعب القدم او تحت الابط، هيدي ممكن انها تصير. وما في يعني سبب اذا فينا نقول طبي او علمي واضح. في بعض دراسات بتقول انه العامل الوراثي بيلعب دور، لكن ما تخافي هيدا منه مؤشر على مشكله صحيه. فاذا هو منه شيء بيثير القلق صحيا، لكن هو مزعج اجتماعيا.
أكيد. لأنه هالأشخاص بينحرجوا، يمكن بينحرجوا يسلموا بالإيد لأنه بحسوا إنه إيديهم كتير بيتعرقوا، يمكن الولد بالمدرسة القلم يصير يقع من إيده لأنه كتير إيده رطبة، الأشخاص اللي كتير بيعرقوا بمنطقة تحت الإبط بيستحوا لأنه تيابهم بيصير مبين عليها مي وبالتالي بينحرجوا. فإذا هو انزعاج أكتر منه قلق لسبب صحي. العلاج شو بيكون؟ في كتير علاجات، في مرات يستعمل الانتي بيرسبيرنت اللي هو مثل مزيل العرق، بس هو منه مزيل العرق، هو بيمنع التعرق. في منهم مرات بنلاقيهم اوفر ذا كاونتر، يعني بنروح على السوبر ماركت، بنروح على الصيدليه بنلاقيهم، لكن في منهم مرات الطبيب بيوصفهم اللي هن بيكونوا اقوى وفعاليتهم اقل، اللي بحالات الكثير القصوى يعني طبعا. فاذا هون الطبيب لازم يوصفها. في بعض مرات الادويه، في بعض الحالات بيستعملوا فيها البوتوكس، وفي حالات قليله جدا جدا وبتكون هي اخر اذا فينا نقول حل اذا بيلجا له الطب، هو العمليات الجراحيه، وهيدي حالات يعني بالقصوى. فاذا انه انت فيك تشوفي مع طبيب العائله فاميلي دكتور او طبيب الاطفال تشوفي شو الاحتمالات للعلاج، لكن ما تقلقي ما في شيء بخوف. بس على العكس رح اقول بين مزدوجين، اذا كان التعرق بالجسم كله هون بقى منقول ممكن يكون في مشاكل صحية، يعني مرات الأشخاص اللي عندهم سكري، المرأة لما بتمرق بمرحلة المينوبوز، إذا في مشاكل بالغدد الدرقية، بالغدة الدرقية، فإذا هولي كلهم بيكون السبب الأساسي هو مشكلة صحية لما بيكون التعرق بكل الجسم، بس لما هيك بمنطقة معينة الإيد أو القدم ما في خوف، ما بتأثر يعني ما بتدل على مشكلة صحية. أوكي أوكي. السؤال الثالث، كيف نتخلص من اثار الحبوب بالوجه والجسم؟ فعلا هاي نقطه كثير مهمه. صح، لانه واكيد كل الشباب والصبايا بمرحله المراهقه والبلوغ بيطلع كثير حبوب، وحتى كمان بعد مرحله البلوغ، يعني بمرحله الادلتود او الشخص البالغ ممكن في ناس بتضل عمر ال 30 واكثر كمان بيضل من فتره لفتره يطلع لهم. هلا حسب شو الاثار، لانه في نوعين من اثار اللي بتترك هالحبوب تتركها، يا اما بتكون نوع من تلون على الجلد، اذا بشره سمراء بنشوف اللون شوي بيكون غامق، اذا بشره بيضاء بنشوفها يمكن تكون على محمر او زهر، او يا اما بتكون مثل ندبه، يعني بنشوف انه في مثل فجوه بالجلد، يعني بنشوف كانه الجلد كانه في شو من قلها جورة. هاي الكلمة اللي عم فتش عليها. ثانك يو غادة. بالطريق جورة. جورة يعني اذا ما لقينا جورة بالطريق بنلاقيها بالوجه. فهيدي هي. فاذا هون الطريقة كيف بتنحل او كيف علاجها كمان طبيب الجلد بيقرر، لانه مرات ممكن نستعمل مع كريمات او ينعمل علاج بالاحماض لحتى يصير في تقشير للبشره، وبالتالي بتطلع بشره جديده بتروح الاثار، لكن لما بتكون ندبات غميقه شوي او اذا مثل ما قلنا جوره، هون يمكن كمان يكون العلاج اقوى واعمق بالجلد لحتى نشيل هالندبات، وممكن مرات علاجات بالليزر. فاذا حسب شو هي هالاثار اللي تركتها الحبوب يعني بتوقف طريقه العلاج. بس اللي بدنا نقوله كيف فينا نتفادى انه تطلع هالاثار، نحن بنعرف انه بنقول دائما ما تلعبوا باي حبه، ما تجربوا تعصروها، ما تجربوا تقشروها تجرحوها، ليه؟ لانه بنزيد الالتهاب. لكن كمان مرات بنقول طب بنترك هالحبوب او هالاكني لحاله تصح، كمان مرات ممكن يصير ندبات او اثار حتى لو تركناها وما تدخلنا، لانه ممكن مرات يكون انفكشن او التهاب كثير قوي، وبالتالي بيترك اثر. اي اكيد بيأثر. فبهالحالة نصيحتي لكم لحتى نتفادى الأثار، أول ما يطلع حبة نجرب نعالجها. وهون كيف بتصير؟ أنه نحن لما منشوف أنه عنا استعداد يطلع حبوب، أو أنا إذا عندي بنتي أو ابني بهالمرحلة من العمر، مرحلة المراهقة، عم يطلع لهم كتير، كون حكيت مع طبيب الجلد شو ممكن نستعملهم بحال طلعوا الحبوب. بالتالي أول ما تطلع الحبة نبلش نعالجها، يا إما بالكريم المخصص أو حسب شو بيكون الطبيب. واليوم العلاجات أصلاً للحبوب صارت كمان يعني فعالة أكثر من قبل، يعني مزبوط. ما فينا نقول أنه ما زبطت أو ما تعالجت، لا أو قليل كتير بالنادر حتى ما تتعالج. صح. أنا اتصال روى. يعني ألو ألو بونجور. بونجور. في عندي سؤال. تفضلي. أنا عندي بنتي عمرها 11 سنة. نعم. وإجت الراجل وبدي أشوف إذا بتطول بعد هيدا العمر. أوكي. هلا
في كتير يعني معتقد بيقول انه اذا بلشت الدورة الشهرية بعمر صغير البنت ما بتطول كتير، لكن في رأي طبي بيقول انه لا، الطول هو يعني اذا فينا نقول كأنه كود او مبرمج بتكوين الشخص جينيا قدي بده يكون طوله، فرح تطول قد ما هو قد ما لازم تطول يعني، او قد ما هي محضرة انها تطول. ما لها علاقة بانه الدورة الشهرية بلشت بكير او لا. في البعض بيقولون يمكن اذا تاخرت احسن بتطول، بس علميا قد ايه لازم تطول؟ يعني حتى الاطباء لما بيكون طبيب الاطفال عم بيفحص الطفل بكل مرحله بيقدر يقدر قد ايه بعد عنده كم سنتي يطول بعدين بمرحله البلوغ او ما بعدها. ف يعني خلص قد ايه وراثيا هي بدها تطول، بدها تطول ما تعتليها، مش انه وقف لا لا اكيد بعد بتطول قد ما لازم تطول. اوكي انا كمان اتصال نرجع عند روى. يلا نرجع لعندك روى. اوكي اوكي فاذا قلنا عن الحبوب والاثار بالوجه، هي كثير مهمه. وطبعا بدي ارجع اذكر انه السان سكرين او الكريم اللي بيحمي من الشمس هيدا كثير ضروري، كثير ضروري كمان بيحمي الجلد من التصبغات. فاذا نحن اذا كان وجهنا سواء عندنا احتمال كثير ليطلع حبوب او لا، اذا في حبوب كمان بنحمي من هالتلون اللي بيصير بقى نتيجه الحبه. كثير مهم انه نحط السان سكرين، وتذكروا انه بالصيف مش بس لما نكون على البحر، بالصيف كل يوم، لانه نحن عم نسوق بالسياره ازاز السياره عم بكثف الاشعه وعم نتعرض لها. واذا نحن وعم نمشي الناس تعتقد بالعكس انه لانه في ازاز ما بيحمي. لا بالعكس، اليو في بتقدر تخترق الزجاج وبتوصل لالنا بنسبه كثير عاليه، وحتى لما بنقعد تحت الشمسيه اليو في عم توصل لالنا اكيد بنسبه اقل لكن عم توصل. وبالشتاء كمان بدنا نحط السان سكرين الا اذا كان الغيم للارض يعني. بس لا بتعرفي بس انه حتى لو فعليا فعليا اليو في بتخترق الغيم، فاذا انت حتى لو في غيم والدنيا ضباب وكل شيء الاشعه عم توصل. اوكي ما عم نحترق وما عم بيتغير لون الجلد، لكن عم توصل الاشعه للجسم وبتاذينا. عندنا اتصال؟ عندنا اتصال. يلا اوكي زكية صباح الخير. صباح النور حبيبتي، انا بدي اسال عن صدفيه. نعم. ابني صاير معه صدفيه وعم بيتحكم. نعم. دكتوره اختصاصي يعني، بس ما عم يستفيد كما يجب، شو العمل؟ ليه ما عم يستفيد؟ بيستفيد بصح شوي بيرجع بهبه. ايه لا بس بدي اقول لك مدام زكية، المشكله بالصدفيه ما في شفاء تام، يعني انه بتعالج بخفوا بس ما تتوقعي انها تزول نهائيا. فبدك تشوفي اول شيء قد ايه انتم عم بتواظبوا على العلاج، هاي اول شغله. ثاني شغله، شو اللي ممكن يحفز انه يرجعوا يهبوا مره ثانيه اذا فينا نقول النوبه او الفوره تبع الصدفيه؟ اوكي إيه، فاذا هي ما عم تلحق يعني تخف لا ترجع. ايه يعني بدكم ترجع تشوفي مع طبيب الجلد اللي طبيبه يعني على طول على اتصال. ايه لا بدك تشوفي وبعدين إيه؟ مرات اذا في امور معينه سواء مثلا باللبس، مثلا حمام كتير سخن ما لازم، ما تخلوا البشره تنشف دائما تكون مرطبه، يعني امور كتير رجعي احكي مع طبيبه الجلد لتستفهمي منها شو الامور اللي كمان لازم يغيرها بحياته لحتى يساعد انه ما يرجعوا يبينوا مره ثانيه. هلا يلي عم تقوليهم كلهم يعني عمالة يعملون. نعم. بس ما بيلحق تخف شوي الا لحتى اللي ترجع. طيب بس يعني هو بيوقف الدواء بهالوقت يعني لما بتخف؟ لا ما بيوقف الدواء. ما بيوقف. لا. اوكي. يعني صراحة ما في اعطيكي جواب، افضل تشوفي تحكي مع الطبيب لانه بدك تشوفي ليه عم ترجع مرة تانية، هل لازم مثلا يتغير شوي بالعلاج؟ يعني الطبيب بيقدر يقرر لانه عم بيستفيد لكن عم ترجع. بس اهم شيء كمان تساعدوا حالكم مثل ما قلت لك باللايف ستايل، يعني بطريقه الحياه، شو الامور اللي بتتجنبوها وشو الامور اللي ما عليه مسموح نعملها. وبدي اقول للاشخاص اللي عندهم صدفيه، الصيف كثير صديق لالهم،
بيرتاحوا بالصيفيه اكثر، بالشتاء بينزعجوا. فاذا يعني هلا هالفتره بالعكس مفروض يحس بتحسن اكثر من ممكن يكون في تغيير بنوع العلاج، يمكن مثلا ممكن الطبيب يرجع يقترح علاج ثاني، شوف حدا يعني شوف شيء ثاني ممكن انه يلائمه اكثر. ميرسي غاده، خليكم معنا مشاهدينا، بريك ونرجع منتابع.